يا مساء الفل عليكم، يجعل مساكم بجمال قلوبكم وكل واحد ولون قلبه. مساكم كله رزق وخير وسعاده وتفاؤل وامل وبركه وطاقه ايجابيه ومحقين في كل احلامكم يا رب. اهلا بيكم في ساعه جديده من برنامجكم ساعه سعاده. النهارده الحلقه الاخيره. ازيك يا نورهان؟ هلو، ازيك يا باي؟ ضيفنا النهارده ضيف خفيف جدا على قلوبنا كلنا، تحسه شخص قريب ليك حتى في ادوار الشر ما تعرفش ابدا انك تكرهه. بدا مشواره الفني في الدراما مع عمالقه التمثيل زي النجمه ليلى علوي وفهد عابد، ومتعنا بادوار كتير ووجع قلبنا في مسلسل طريقي من كتر ما تعلقنا بيه. ضيفنا النهارده النجم الجميل ميدو عادل. ازيك يا ميدو؟ ازيك يا باي؟ نورنا. ربنا يخليك يا رب، انتوا منورين الدنيا بنورك. طيب ميدو، احنا عايزين نعرف منك كده في البدايه، انا نفسي اسالك السؤال ده من زمان بصراحه. انا زيك، انا معجب بالمقدمه جدا والله، بحس ان هي مختلفه وخفيفه كده تخش القلب. انت تستاهل المقدمه اكبر من كده بكتير والله. ربنا يخليك. طيب انا عايز اعرف منك، ليه ميدو عادل مش محمد عادل؟ لا، هو في الاساس هو محمد عادل طبعا. اوكي تمام، يعني حتى على التتر بقعد اكد انه لازم يكتب محمد عادل، ده اسم اللي ابويا وامي سموهولي. اوكي. ميدو هو اسمي بتاع انا واصحابي في الشارع في شبرا من وانا عيل صغير، وانا بطلع في الشارع، فهو اسمي اللي مرتبط بيا. ربنا يخليك، حياتنا الان كلها. فقعد الاسم مرتبط مرتبط مرتبط، حتى ما دخلت معاه في المسرحيه قعدوا فتره يقول لي ميدو، فقعدت اقول لهم لا لو سمحتوا بلاش يعني خلوني محمد عادل. يعني ميدو ده اسم انا واصحابي. بعد شويه لما بدات اشتغل بقى في الوسط بشكل اكبر، ميدو بيتقال في الكواليس، الناس بقت صحابك فصحاب اكتر فصحاب اكتر، فبدا يتقال بزياده، فبدا يتعرف ميدو عادل اكتر، فبقت هو اكيد بحب الاثنين، بس هو بقى ميدو منتشر وسهل باين بالنسبه للناس. اسهل، هو اسهل لسان. طيب خليني ارجع معاك لبدايتك شويه يا ميدو بقى، خلاص اتفقنا. انه اول دور يجي لك مع فنانه كبيره زي النجمه ليلى علوي كان حاجه اكيد مش سهله في بدايه طريقنا، احكي لنا كان ايه شعورك وازاي جالنا الدور. هقول لك، هو ما كانش اول مسلسل، كان تاني مسلسل على طول. كان اول مسلسل اسمه الجامعه مع اساني خليفه. الجامعه ده في 2010 كده، كان تجربه جديده كلها شباب جداد، وكان لسه بدايه تكنيك ان احنا نصور مسلسلات بتكنيك السينما. طبعا كان يعتبر دوت اول مسلسل تجربه اساني خليفه الجامعه، وكان ساعتها كان استاذ شريف عرفه بيعمل لحظات حرجه، كانوا الاثنين في نفس التوقيت. فكان شكل جديد، وكان كل الناس بتقول لك ازاي هعمل مسلسل بتكنيك السينما والجوده. فساعتها كان انتاج شركه الكارما اللي كانت بتعمل عالم سمسم. فكانت التجربه كلها كانت جديده، شباب جداد، مخرج بقاله كتير من اول سهر ليالي بقاله كتير ما طلعش مشروع، فطلع ده. كان كواليتي صوره مختلف خالص عن كل حاجه كانت فيه مختلفه بصراحه. ثم بعده جه موضوع كابتن عفت. نعم، سامحين النقاش. ايوه. وكان طبعا بطوله الجميله الاستاذه ليلى علوي وصاحبه فهد وشباب كتير وناس كتير. كان حاجه ممتعه طبعا ان انت تشتغل مع نجوم كبار وشباب بتحبهم، ومسلسل مختلف، كان برضو مسلسل بيتكلم عن شعبي شويه، كان كوره ومركز شباب، وكان فكره لطيفه ان تبقى مدربه واحده ست، يعني كان في حاجه مختلفه، كان في حاجات جديده كتير طبعا. فطبعا بيبقى شيء ممتع ان انت تعمل حاجه انت حاببها مع ناس انت بتحبهم، بتفرق طبعا، ده اللي بيفرق فعلا في كل عمل. برافو. زي عملك كده في المسرح، يعني ميدو ابتدى بالمسرح زمان. انا طول عمري ابتديت ولسه لغايه يعني لغايه امبارح كان عندي عرض، ما اعرفش ابعد عن المسرح ابدا. انا مواليد 86، يعني مش صغير قوي، لسه شباب يعني. انا قصدي انه انا داخل على 39 سنه بمثل المسرح، وانا 3 سنين ما شاء الله. فالمسرح هو كل حاجه في حياتي، اهم حاجه في الدنيا بالنسبه لي. دي معلومه اول مره نعرفها تقريبا كلنا. المسرح ثلاث سنين. بابايا ومامتي وممثلين مسرح، فانا نفس يعني انا واختي بنمثل واحنا اطفال، بتعلمنا نحبي على خشبه المسرح. اوكي تمام. فالمسرح هو كل حاجه من البدايه لغايه دلوقتي. حتى الناس بتقول لك اوقات المسرح بيعطلك. انا مش مؤمن بكلام، مفيش حاجه بتعطل. طب بتشوف الممثل الشاطر لازم يبقى ابتدى بالمسرح في الاول؟ مش شرط يبتدي في المسرح، الممثل الشاطر اي حد شاطر بيجتهد وبيذاكر وبيعمل اللي عليه وبيصفي نيته كده مع ربنا سبحانه وتعالى، فربنا بيكرمه ايا كان. بس مفيش حاجه هتجيلك وانت قاعد مكانك. مظبوط. ومش معنى انت تجتهد دي فانت ماشي تقعد تجري ورا الناس وتخبط البيبان، مش قصدي ده، بس يعني ممكن تسعى وتجتهد وتعمل دي ممكن تبقى سكه، بس السكه الاهم انا عندي ايه؟ تشتغل على نفسك. انا ايه؟ انت سيد العارفين صح؟ تمام. صح يعني جدا انك تبقى عارف انت ايه المختلف. لو ما عرفتش ايه مميزاتي وعيوبي وانا محتاج اطور من نفسي، مش هتحقق حاجه. صح، بالذات في مهنتي اللي ربنا خلقني عشان ابقى شاطر فيها. صح، وانك تطور فيها، يعني تتعلم اكتر، مش مجرد انك خلاص عارف نفسك. كل ما تعرف نفسك هتعرف تطور من نفسك انسانيا وفنيا ومهنيا وروحيا ونفسيا، فيعني الموضوع في كل الاتجاهات. انت جميل انسانيا. ربنا يرضى بخاطرك. طب خليني اسالك، شايف ان المسرح بقى بدا ياخد حقه في المجال دلوقتي ولا لا لسه؟ لا، ما ياخدش حقه خالص المسرح لسه. لا خالص، بس المسرح هو واخد حقه مش واخد حقه. بمعنى المسرح موجود، موجود شغال، شغال. أوكي.
طول الوقت. أوكي. احنا طول عمرنا في مسرح الدولة ارش كومبليت، معظم العروض ارش كومبليت. أوكي. تمام، بس محتاجين ان يبقى ليها سبوت اعلامي اكبر من كده، وخصوصا من الدولة قبل الخاص، فاهم قصدي؟ صح. فبدأوا شوية بس من بدري المسرح شغال، وانا مش بتكلم على الفعاليات اللي هي المهرجانات، انا بتكلم على العروض، في عروض وفي جمهور كتير. صح. بيروح يتفرج، فده محتاجين نشوفه بشكل اضافي. الناس بتقول كده ليه؟ الناس دايما بالنسبة لها اهالينا في البيوت مرتبطين المسرح بالنسبة لهم القطاع الخاص. فالقطاع الخاص اكتر حاجة بتعرف تعمل نفسها دعاية. صح. فبيعمل نفسه دعاية كتير، فالناس يقول لك ايه ده في مسرح. لكن المسرح طول الوقت موجود، وفي تجارب وفي مشاريع بتطلع زي مسرح مصر اللي عمله الاستاذ اشرف عباقي، عمل ضجة. الناس طبعًا تتفق او تختلف عليه، ولكن ما نقدرش ننكر انه حرك نجاح الدنيا. طبعًا حرك الدنيا شوية طبعًا. لان مسرح القطاع الخاص دخل في مصر، الناس بتجيله من بره. أيوه. في ناس كانت بتيجي بطيارات تتفرج على العروض وتسافر. مزبوط. كان حاجه مهمه جدا في السياحه وفي الدخل وفي الصناعه، وشفنا ده في مهرجان العالمين كويس جدا. طبعا 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 الحمد لله، ويا رب نفسنا يبقى تخيل لو في كل محافظه كونفليك عندنا مهرجان بياخد نفس اهتمام العالمين. صح. فهتلاقي البلد مليانه، والبلد فعلا مليانه، مليانه موهوبين ومليانه ناس شاطره ومليانه ناس مخلصه، محتاجين بس تبقى فيه تنظيم والحاجات تتشاف بشكل اقل ونركز مع ده اكتر شويه. مظبوط. طب ميدو، انت بقالك سنه تقريبا مختفي عن التلفزيون والسينما، بس المسرح موجود كده كده. بس مش ما اعتبرش سنه، بس يعني كان عندي مسلسلين لسه. احنا متعودين دايما نشوف ميدو. هو يمكن انا كل 4 سنين باجز من رمضان. اوكي. يعني دي بقت قاعده بنزل كده، اللي هو يعني في سر ورا الموضوع او حاجه ولا اي حاجه، بتبقى خلاص مش قادر توقف على رجلك، فاهم قصدي؟ خلاص. والحاجه الوحيده اللي بتقعد تقول انا هكسر القاعده لما يجي لي الشيء الفلته المختلف. فما جاليش السنه دي الشيء الفلته، جالي مسلسلات كلها وحشه قوي. لا نشوفك في 25 بس. لكن عملت مسلسلات ثانيه، يعني عملت فيلمين ومسلسلين، بس هم لسه ما نزلوش، هم اوف سيزون، فدول الحظ ان هو بس ما نزلوش قبل رمضان على طول. لكن عشان كان كل سنه مثلا تلاقي مسلسل قبل رمضان على طول، ومسلسل في رمضان على طول، مسلسلين. ففي ناس بتقول لك ده صح وده غلط، مع اني للاسف ما بقاش في خريطه. يعني محدش يقدر يقول لك الخريطه صح، اشتغل انك تعمل كذا او انك تعمل كذا، ملهاش قانون. طبعا طبعا. يا باشا انت واحد ممكن يبقى قاعد في حته محدش عارفها، بالموبايل بتلاقيه بيتشاف اكتر منك ومن يعرفوك. المعايير اختلفت خالص جدا، وده سبب ادعى للتنظيم لاي حد موهوب في اي مجال. اكتر لو انت نجار شاطر، نظم وقتك. صح. نظم عرض اللي بتعمله. مظبوط. الناس هتشوفه بشكل مختلف. لو انت دكتور شاطر، لو انت مصور شاطر، لو انت انا بقيت اشوف شباب فوتوغرافيا بيعملوا حاجات مجنونه وحلوه جدا جدا. اي حد هينظم وقته وطريقته وطريقه عرضه، الموضوع بيختلف. نصيحه من ميدو للشباب النهارده يا جماعه، نظموا وقتكم. يعني بس انا لا خالص، بالعكس، ابدا ابدا. خليني ارجع معاك لدورك في مسلسل سر وباتع 2023. لما جالك الورق كده، احكي لنا ايه اللي شدك في الدور ووافقت عليه ليه؟ وافقت عليه عشان كذا حاجه. اولا اي الفن زي المطبخ. اوكي. خلطه. احنا شويه هنروح المطبخ على فكره. فعلا؟ انا فاشل في المطبخ. ده للعلم بس. ده هتدوق. هدوق ماشي. هدوق تقول رايك. مش اكيل قوي بس تمام. وانا جاي مش واكل فحلو، ممكن دي مصلحه. دي مصلحه كويسه. لكن الفن حلاوته في مقاديره. سر الباتع حدوته ليوسف ادريس. كاتبها اساتذه، استاذ خالد يوسف رجع بعد غياب فعنده عطش انه يطلع عمل جديد. اساتذه كتير. اما بتشتغل في مسلسل فيه كل الاسماء، من استاذ خالد الصاوي لاستاذ احمد عبد العزيز، مهما اقعد اقول لك انسى، مليان فعلا. استاذ مفيد عاشور. تمام. نجوم شباب زي القمر، زي احمد السعدني، حاجه فخر يعني. طبعا. نفخر بيه بكل طبعا. المستويات. حنان مطاوع. اسلام حافظ. كل الناس، مش عايز اقول حد وانسى حد، حتى الشباب الجداد. فحاجه حلوه. استاذ حسين فهمي، فاهمه انت هتقعد تقول الاسماء بجد، هو لازم يبقى عمل عظيم كده كده، فايه خليه ما مقبلوش. زائد انه كان في مرحلتين، الحديثه والقديمه. انا طبعا ذكرت كل القديم، لان ده هم احنا كنا بنعتبرهم مسلسلين. ايوه. حتى ننافس بعض. فاحنا في القديم ده كان كل حاجه حلوه. حدوته تاريخيه. انا بحب المقاومه اللي بشكل غير مباشر. سر الباتع عن المقاومه المصريه، عن المعدن المصري الاصيل. والدور كان حلو ومختلف، في سنه لايت، في سنه الولد اللي ضحى بحياته عشان اخوه الكبير لما مات، ابن عمه الثاني اللي هو احمد سعداني اللي هو يعتبر في مقام اخوه، موت نفسه في الاخر عشانه لما شافه بيتضرب بالنار في الاخر، ضحى حط نفسه قدامه عشان يفاديه. النزعه الانسانيه الوطنيه دي احنا محتاجين نشوفها طبعا، لان طول عمرنا اتربينا عليها. فلما تجيلك فرصه كويسه في وسط كاست كويس مع مخرج مهم في عمل محترم، فاكيد ما ينفعش ترفض. هو عمل هيعيش. الناس اختلفت كتير جدا على الاشياء في المسلسل، وانا بحب الاختلاف جدا طبيعي. بس الاختلاف امتى هيجي؟
لما نتفرج لما الناس تتفرج يبقى العمل ناجح. هقول لك عجبني او ما عجبنيش. والله بره النجاح انا اوقات بختلف مع كلمه النجاح. انا بفلوس ينفع اشتري نجاح دلوقتي؟ احنا في زمن كله للاسف ماليش دعوه بالنجاح. انا لو قلت لك ان ضد الحكومه سقط في السينما هتتخض. تمام. هل هيفرق معانا دلوقتي لما نيجي نتفرج على اللوست حسن؟ هيفرق معانا احنا واحنا بنتفرج عليه انه جاب كام في السينما؟ لا طبعا. انه اتشاف كام مره؟ هنقعد نتفرج عليه كل جمعه عادي وهنبقى مبسوطين. ولا هيبقى فارق معايا مين؟ دي حاجات عشان في ناس متخصصين نقاد ناس بيحافظوا على تاريخ السينما وشغلتهم كده. مفيد مفيد، لكن مش هيفرق معانا واحنا بنتفرج ان عائله زيزي حقق كام مبيعات خالص. صح. ولا اتعرض سنه كام؟ هو في الخمسينات ولا في اخر الستينات؟ لا مش هيفرق معايا لو قاعد بحلل، لو انا لو ده تخصصي وقاعد بذاكر فيه، لكن صح. أنا فريق العمل يعيش بالظبط، العمل انه يعيش بالظبط، انه بعد شويه بعد سنه واتنين وثلاثه. انا عشان من نوع في وسط اصحابي انا دقه قديمه شويه فانا من الناس اللي عايشه على مزبيله زمان، واتفرج على المسلسلات والتمثيلات القديمه الفنان الاصيل الحاجات الحلوه. هيفرق معايا ان الشيء حلو صح، من خلاله هعرف كذا او كذا او كذا بس. فده دي 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 كلها حاجات تصب عند سر البيت. طب محمد ايه رايك في النوع الجديد من المسلسلات اللي بتبقى مدتها قصيره شويه، خمس حلقات وعشر حلقات؟ حلو والله، بس هي مش جديده والله يا باهي. متخيل ان هي مش جديده خالص؟ يعني جديده عليك يعني يعني الفتره الاخيره. لكن احنا زمان كنا بنعمل مسلسلات 12 حلقه و13 حلقه. أوكي. يعني كانوا زمان بيوقفوا المسلسل حسب ما الدراما خلصت. هنا هو المسلسل خلص في الاستريتش قصه بقى معلم وقولي، وكان في حواديت صغيره وكان في سبعيه وكان في تمثيليه. التمثيليه دي اللي هي حلقه مش فيلم تلفزيوني، لا هو هي سهره دراميه او تمثيليه. تمام. من 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 سهره واحده. فكل الالوان دي موجوده. انا شايف ان ده مفيد للصناعه ومفيد للفنانين. احنا بنقعد نقول عندنا نقص في العمل. مظبوط. تمام. لا انا عندي مصورين هيشتغلوا، كتاب هيشتغلوا، مونترين، مهندسين ديكور، ممثلين مش عارفين ياخدوا فرصهم في السينما عشان بتقول لي التوزيع وغيره. صح. فانت بتدي فرص اكتر طبعا طبعا. صح. وبتحكي حواديت اكتر. هو ده الفن، حكايه حدوته بتتحكي. والناس بقت عايزه الملخص دلوقتي، مش عايز تقعد على 30 والارقام. والله لا انا بختلف معاك، لاني هتلاقي ناس كده اقعد تعالى ندور كلنا في اهلنا انا منهم بيتفرجوا على الستينات ومسلسلات كوري وسيني وهندي، اقسم بالله بال 200 حلقه. ايوه بحب اعيش معاهم احس انهم عيلتي الثانيه. ايوه ولما بتخلص بتضايق قوي. انا ممكن ابقى زيك على فكره، بس السينما عشان بيحبوها بشغف. ايوه اقسم بالله في ناس بتوقف حياتها عشان تروح تتفرج، والمنصات سهلت للناس انه اروح اضرب خمس حلقات في بعض. خلاص دول مش ناس، دول انا. هي لعبه. هي. انا عرفت اشد الزبون. طيب عرفت اشده ازاي؟ يا بالايقاع يا بالحدوته يا بالتمثيل. يا في طريقه ما. فده ياكد ان الفن، عشان كده الكلمه الدارجه والسوق. الوسط الفني او السوق الفني ده قدم فيه كل الالوان، حط على المائده كل حاجه وانا هنقي اللي وانا اختار. مظبوط. واللي مش هيعجبني هيعجب حد تاني. طيب. ودي حلاوه الفن وده سحره برضه. طيب ميدو عادل اشتغل دراما ومسرح وسينما ومؤخرا بقى يعمل كمان ورش تمثيل. انهي اقرب يعني ليه مؤخرا؟ بس مش ورش تمثيل. هقول يعني طول عمري بشتغل مسرح ودراما تلفزيونيه وسينما. مزلوب. واذاعه احيانا. وبخرج مسرح. انا اتعاملت مع ورش التمثيل بدات من 10 سنين، يعني مش مؤخرا قوي بس يعني. وبدأتها بالصدفه والله. كان ساعتها تامر حبيب هو اللي صمم رشحني في مكان، يمكن عشان كنا واحنا بنتكلم على طريقي، فكنت انا شويه مع شاكر وتامر بهتم بفكره التمثيل وطول عمري عشان في المسرح متربي على كده. فبعد شويه في ناس زنقوني في حاجه اضطريت ادي ورشه. اوكي. بعد شويه عملتها على خفيف، وبعدين بعملها حسب ما يبقى وقتي فاضي، لان هي برده بتسحب شويه. فانا بعملها بمبدا المسرح، اللي هو مخرج المسرح اللي بيحب الفن وشايف ان انت تقدر توصل لحد معلومه بس. زي هتلاقي في اي حته في الدنيا في دكتور شاطر ودكتور مش شاطر، في دكتور مخلص ودكتور مش مخلص. صح جدا. في اي مجال. صح. ففي حد انا تعبتني ان انا لقيت نفسي بدي بزياده، فلو المحاضره اربع ساعات ممكن اقعد تسع ساعات. عايز تديهم كل حاجه. انا بموت. لكن هي ممتعه. ممتعه بمبدا المسرح. طب رتبهم لنا يعني من اعمالك كده، دراما سينما مسرح. لا المسرح ثم المسرح ثم المسرح بس نقطه. يعني بعد كده السينما ودراما تلفزيونيه طبعا والاذاعه. اوكي. يعني بالنسبه لي لعبه الورش او لعبه ان انت تتعلم حد حاجه بداتها اصلا. انا كنت بدي الاطفال، كنت انا وحد صاحبي كده عملنا مشروع زمان خالص واحنا عيال صغيره بعد ما اتخرجنا. احنا نعمل ننزل لاماكن شعبيه واحنا لسه لا شيء، وناخد معانا دف ونقعد نعلمهم تمثيل. جميل. وكنت مشروع كبير نفسي اعمله، كان نفسي يكبر. وجيت فتره كنت اعمله في وزاره الشباب والرياضه وبعدين وقف. ان انت تنزل في الاماكن اللي هي محتاجه دعم حقيقي. فتنزل تلعب معاهم. فاهم قصدي؟ تعلمهم تمثيل، تعلمهم. وصدقيني صدقيني بره الطبقات الاجتماعيه والصيغ التعليميه البلد دي مليانه مواهب في كل حته. طبعا. من اول تحت طبعا. الارض لغايه فوق. صح. من ابن الوزير لابن الغفير. فاحنا ساعتها عملناها كده. فبعد شويه اكتشفت انه لطيف لما تدي لحد معلومه ويشربها كويس وتلاقي
الناتج طلع كويس بنفرح. والدليل كل مصر بتتباهى بمحمد صلاح كلنا يعني بنتباهى باي منتج فني رياضي اجتماعي حاله نجاح بتفرح بيها. لو انت بني ادم يعني لطيف مع نفسك وسالك مع نفسك شويه هتفرح بنجاح اي بني ادم. طيب مستمتعين جدا معاك يا ميدو بحلقتنا. هنخرج فاصل سريع استنونا وراجعين ولسه ميدو مكمل معانا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وفنانا الجميل ميدو عادل لسه منورنا في الاستوديو. قبل ما افاجئكم بسلطه النهارده هروح لميدو اساله سؤال بسيط قوي. علاقتك ايه بالمطبخ؟ تطبخ ولا بتاكل بس؟ مغسل المعينه. مالكش اي خالص علاقه باي ريسبي بسيطه؟ بعمل شاي كويس جدا وبعمل نسكافيه هاي وبعرف بعرفش اعمل قهوه. بعرف اسلق بيض وحمر بطاطس. بعرف اسلق بيض وحمر بطاطس مكرونه وتيل بس لا ما بعرف ما بعرفش خالص. طب انا هقول لك النهارده على عشان علاقتي بالاكل ضعيفه. عارفه انت الناس الفنانين بتقول لك انا هيلسي قوي وبحافظ على صحتي. انا مش هيلسي خالص يا جماعه. انا اتفهم من كده بكتير. انا ماليش في الاكل قوي ومش شاطر في المطبخ. انا بس بقى بحاول اساعد والله يعني على قد ما اقدر. دي حاجه كويسه قوي. بس انا هقولك على وصفه النهارده بسيطه. هقولك مكوناتها الاول علشان ممكن تساعدك انك تعملها يعني في وقت سريع كده. احنا سلطتنا النهارده عباره عن مكرونه عادي هنسلقها ونجيب جمبري ونشوحه شويه كده على النار مع اي صوص تحبوه. انا عملته بالشيلي سويت اند شيلي صوص وحطيت معاهم شويه خضار. هو تفهمي ان فهمت حضرتك قلت ايه؟ اوكي. ده بيبقى عباره عن صويا صوص وخل ومعلقه عسل. ده الصوص تمام. ده اللي هنشوح فيه الجمبري تمام. اوكي. وبعدين هنجيب شويه خضار مسلوقين او احنا هنسلقهم فاصوليا وجزر وبسله تمام. وسويت كورن هتفتحها او الذره حلوه هتفتحها وتحط منها 3 4 معالق كده تمام. الصوص بقى هو التريك. يعني احنا كل حلقه معودين المشاهدين معانا انه التريك دايما في الصوص. اوكي. فانا عشان ما انساش حاجه هقوله لكم الورقه. قولها لنا طبعا. هقولها لك. خل وليمون وكزبره ناشفه وملح وكمون وبابريكا وباودر توم وزيت زيتون وثلاث معالق كبيره مايونيز لايت. جاهز تدوق؟ دي طبخه صعبه قوي. سلطه. ايه بقى ده كله؟ السلطه دي عارفه اللي هو خيار وطماطم ويوم ما تبقى انت شاطر قوي تعصر عليها ليمونه وحبه. لا لازم اغير مفهومك بالظبط. لازم اغير بقى اللي هو شاطر قوي. انا كده هعمل تفاصيل عشان بس هتدوق هتلاقيها تستاهل. لا هدوق يا فندم طبعا. ماشي خلاص انا هبتدي. خليني اسالك. انا بشوفه من اساسا مش طبيب صح؟ لا يعني انا اطلع بقى انا اخويت فيعني خليك ما تسخنيش ارجوك. هنراجع الموضوع ده بعد السؤال. تحب اكل مراتك؟ طبعا. طيب السؤال الاصعب. بحب اكل مامتي جدا. ايوه ما السؤال الاصعب. انت كده عرفت السؤال ولا ايه؟ لا انا مش عارف اكل مامتي. لا بس انا عارف اكل مامتي. اكل مراتك ولا اكل مامتك؟ هو مش اصعب لان ما بيفرقش معايا انا بجح جدا بس لا هرجع نروح. لا بس هو ممكن يبقى اكل مامتي. اوكي. هقول لك ليه دايما هتلاقي اي حد هيقول لك اكل مامتي في الغالب. ليه؟ العيشه تربى عليه اكتر. قاعد معاها اكيد. ودتني وتعبت فيا وانت صغير تعبت وانت ضعيفني وبتاكلني من وانا عيل صغير. ممكن الاكل دي اكلتني على كبر فاهم اتجوزنا ويعني دي مضطره تاكلني مامتي فاهم بالفطره يعني مش مضطره هي. مراتك مضطره اللي هو يعني جوزي فلازم اكله. لكن مامتك هتلاقيها. بس انا بحب اكل الاثنين. بس عموما انا مش اكل يعني انا عمري في حياتي ما بقول مثلا نفسي اكل كذا. انا في اكل ممكن اكون ما بحبوش. لا كنت لسه هسالك ايه اكل ما بحبوش فهم عارفين وما بيتعملش. لكن ما عنديش مثلا ميول نفسك في كذا وتحب نقش الاكل المفضل. في اكل انا بحبه. لا في اكل مفضل بالنسبه لي. بس ما اجيش بقى اقول ايه عارف انت الناس. انا ليا اصحابي كيفه اللي هو احنا يكلم مراته او يكلم البيت جهزي كده ايوه كذا انا بكره نعمل كذا. فدي في ناس بشوف علاقتها بالاكل علاقه حب مش طبيعيه. مظبوط. ما يعني انا خايف ما اعرفش. لا لا ما تركزش معايا يا ميدو دلوقتي. انت هتدوق كمان بالظبط دقيقه. طب اكتر الاكلات اللي بتحبها بتبقى الاكلات الدسمه وكده ولا الحاجات الهيلثي شويه؟ والله ما في ده وفي ده. انا مثلا بحب الملوخيه جدا. بحب الباميه. حلو. بحب المحشي. بحب الفراخ. بحب السمك جدا يعني. بحب الاسماك. حلو قوي الكلام ده. يعني شايف ان الاسماك عموما حاجه عظيمه الحمد لله. وبالتالي كل الناس اللي بلادها بتحب يعني قريبه من البحر وعلاقتها بالبحر قريبه بيحبوا السمك. بيحبوا يتعاملوا مع السمك يعني. فاحنا كمصر كده بتهيألي. بتهيألي دي الحاجات البسيطه غير كده. لكن مثلا في حاجات ما ينفعش اكل طحينه ابدا. ما ينفعش اكل كبده ابدا. ما اعرفش ليه خالص. والله ما عندي سبب مقنع. ولا سندوتشين العربيه كده. يلا زمان يلا اكل سجق ماشي. وسجق من غير طحينه. علينا الطحينه فانا ممكن يحصل لي حاجه. ما يعني مع ان في حاجات ما ينفعش تاكل من غير طحينه. ما انا معقد. انا اكتشفت انها معقد.
احنا تقريبا السلطه خليك خليك هي السلطه هتجيلك لحد عندك امسك حلو عشان هي ناخدها معايا ينفع تاخدها معاك لو عجبتك الناس بتبص لي قوي الناس كلها هو الناس كلها بتستنى انت تخلص تقلب يا دكتور ولا اكل زمان ممكن تقلب يبقى احسن عشان الصوص يبقى كتير طب الحمد لله الحمد لله يا رب نجحت نجحت النهارده الحمد لله الف هنا حمات الله يرحمها بتحبني كل الستات في حياتي بيحبوني الحمد لله والله حلوه جدا قول بصراحه والله حلو لا بجد انا صريح زياده عن خليك من شويه بجح حتى هيبان على وشي بس حلوه جدا جدا انا بقول لك انا كمان بحب المكرونه انا ينفع اتكلم وانا باكل ايوه طبعا يعني احنا اصلا عايزين نتكلم انت مع زمايلي بص الناس بصوا لي قوي انا بحب المكرونه جدا وبحب الجمبري تمام بس يعني حضرتك قلتيه ده كان صعب بالنسبه لي شويه تمام والصوص حلو جدا في الاخر التركيبه تمام حلو تاكل عايز تدوق طب ما تقول انك عايز تدوق المعلقه بتاعتي طب خليني اسالك حاجه يا ميدو لو انت دلوقتي يومك طويل وشغل كتير او مجهد وحابب تكافئ نفسك باكل معين هكلم حضرتك تعمل ايه بقول لك لو سمحت يا دكتور انا قريب باهي فممكن لو سمحت تعمل لي اي حاجه انت تؤمر اي وقت كده يا جماعه احنا خدنا 100 اوت اوف 100 100 من 100 خلاص الحمد لله دي شهاده اعتز بيها ثانك يو سو ماتش طب ميدو عايزينك تحكي لنا كده عن عايز اكل وانت بتاكل مش هحكي لكم بقى فعلا اه ماشي مش هتضايقوا مني يعني خالص براحتك احكي لنا يومك بس كده بتمشي ازاي من اول ما بتصحى يومي عشوائي جدا عشوائي لان مهنتنا شويه فيها جزء عشوائي ما هو ايدك مش بايدك انت بالظبط ان ممكن يبقى عندك تصوير عندك مسرح عندك اجتماعات شغل كتير قعدات شغل كتير فده واخد وقتك مظبوط جدا انا يمكن بناتي بقى لهم فتره بيتدربوا اول مره اروح مع بنتي تمرين امبارح فاهم قصدي اللي هو حاسس ان احساس بقى له كتير قوي ايه ده انا مفروض اخده قوي انا فيها من زمان دي حاجه طلعت احيانا بتبقى لطيفه يعني طبعا. بس عشان بس الوقت مناسب غير كده لا المسرح والتصوير بياخدين وقتك وحتى وانا شخص من وانا عيل صغير ما عنديش وقت فراغ دايما مشغول يعني حتى من قبل النجوميه ومن قبل اي حاجه دايما مهموم بالمسرح ربنا يخليك لا لا انا قصدي انه المسرح بياخد وقتك طول الوقت عندك مشاريع عندك افكار انا عايز اعمل كذا انا عايز اعمل كذا انا قاعد بشتغل على المشروع الفلاني انا كل ده شويه بياخد من طاقتك وانا شايف ان ده كتير ده شغلك الاساسي ده اللي مخلي اليوم مش منتظم ولكن ايه اللي بيحصل في اليوم طول الوقت لو في مسرح مسته انه ليه مواعيد مظبوط او لو في تصوير بحب اقعد اتفرج على انا مش بحب اتفرج على التلفزيون بس بحب اتفرج على افلام ومسلسلات كتير جدا جدا يعني اوكي وفي كل حاجه في الدنيا كجزء انك بتتفرج تتمتع بالمشاهده ولا انك بتتعلم او تنمي حاجات فيك اكتر هما الاثنين واليوم وجزء ان انا ابقى عارف مين المهنه أوكي. ممكن تشوف فيلم فيعجبك فيه ممثل ما تعرفوش يعجبك فيه الورق الحدوته يعجبك فيه التصوير فتلاقي نفسك بتدور وده جزء انا بقعد اقول ما ينفعش يبقى فيه نجار شاطر مش عارف الفرق ما بين انواع المسامير ما ينفعش يبقى فيه فنان شاطر وهو مش عارف كل حاجه تخص المهنه صح من الكاميرات والعدسات لكل الحاجات اللي شغاله بالتاريخ والإضاءات في ناس هتقول لك انا ليه اعرف التاريخ يا معلم تعرف التاريخ لان هي شغلتك لا طبعا هيفيد كتير هذاك لما تيجي تعمل حاجه فما اجي اسالك هتبقى بتفيدني تقول لي جسمك محتاج كذا وكذا 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 صح, صح. نفس الموضوع الفنان محتاج يعمل كل حاجه فانا بتفرج بالدافع ده زي الدافع المتعه الفن ده اجمل حاجه ربنا خلقها في الدنيا فالفن ممتع الفنان محتاج ياخد معلقه الفن معلش عايز اسالك سؤال مهم انا بتكلم كتير قوي ووقفتوني بسرعه على الاكل لا لا يلا ليك معلقه واحده بس معلقه واحده اتفضل سؤال احكي لنا عن رحلتك بقى مع خساسينك مع دكتور باهي محتاجين نعرف كنت تسمع الكلام ولا كنت بتعك في النص وما تقولوش هقول لحضرتك على حاجه صغيره كده قول لي ناخد معلقتين كمان ثاني بس اخد معلقتين دلوقتي انا كده بوظ اه كان بيسيبك تاكل مثلا زي دلوقتي ما يعملكش حاجه بس دكتور باي طيب بص ايوه انا من النوع اللي ماليش في الدكاتره عموما تمام لا والله بجد يعني ما بعرفش اتعامل باهي لا انا باهي تجمعني بيه صداقه من زمان خالص أوكي. وانا بحب باهي على المستوى الانساني قبل المستوى المهني انا اعرف باهي من زمان وبحبه عشان باهي من الناس اللي ينفع تعمل لي حياته فيلم باهي عنده اراده والله بجد لا باهي شخص بيحب حلمه جدا مصدق فيه عمل مجهود كتير وحافظ على نفسه حافظ على اسمه وبنى نفسه كان فدي علاقتي بباهي من زمان بعد كده الدنيا بدات من خلال مراتي مره وديت سحر عند باهي فيعني عمل معاها مجهود عظيم تحفه محتاجين نرجع نعمل مجهود تاني هوب 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 خلي بالك تتروح وانا ساعتها تابعت من ان لاخر كده من على بعد ان انا بقيت احاول ان انا زي ما كنت لسه بسأله من شويه انه اعمل ايه
اوكي انا شخص حياتي أكتر. مش منظمه أوكي. بخاف شويه بس هو ينفع يقول لي خلي بالك ميدو جسمك محتاج كذا ميدو بيديك نوتس بسيطه يعني لو مش عارف تمشي 100% تعمل دول بس أوكي. طبعا انا مش شاطر ما بعرفش امشي على الحاجات قوي ده ممكن يعمل مشاكل ولكن ولكن انا صريح ولكن النهارده بس بالعكس ولكن لا ولكن بيجيب نتيجه طبعا طبعا انك تحط عاده او اتنين حتى في يومك بس صحيين بيفرق معاك اكيد طبعًا. زائد في حاجه تانية ودي ميزه باهي يعني انه باهي بيعرف يتعامل شويه مع اللي بيجيله صح والدليل هتلاقي مفيش حد راح له فنانين او غير فنانين صح انه هما بيحبوه ده حقيقي وانا شايف ان دي ناحيه مطلوبه التواصل ما بين اي حاجه يعني مش في الفن وبس لو مفيش كيمستري بينك وبين ايفن دكتور الدايت بتاعك اكزاكتلي هو ده بالذات لانه بيبقى مرتبط قوي بالنفسية فلو ما ارتحتلكش اول مره خلاص عشان ما تزعلنيش بالظبط تبقى عايزه تحققها عشان تفرحني اكتر تبقى شايله هم ان هي تلخبط لا والناس كمان عارفه تاخد منك معلومه بتبسط الامور يعني مش تطلع تقول حاجه ميديكال وايز دي موهبه ايوه ان في ممكن يبقى في مثلا فنان شاطر جدا بس ما يعرفش لا والله في يا جماعه كسفتوني والله فنان شاطر في فنان شاطر بس ما يعرفش يشتغل مخرج او يشتغل في دكتور ممكن يبقى شاطر او في ممثل شاطر جدا ما يعرفش يشتغل دكتور ومدرس تمثيل ما عندوش الموهبه في حد ممكن يبقى شاطر جدا ويبقى مدرس شاطر في المدرسه بس لما يجي يفتح مشروع يفشل فيه صح فاهم قصدي فدي مواهب بتاعت ربنا سبحانه وتعالى بيقسمها انت بقى بتحاول تزق الموهبه دي ازاي خد معلقه كمان ربنا يخليك برافو عليك طب وانت بتاكل معاها هنلعب معاك لعبه اتفضل ليها علاقه بالاكل لا يعني انا هديك افيهات من افلام وانت هتقولي ده فيلم ايه ومين اللي قال الافيه انت كده هتجرني للرذيله وانا بصراحه بحبها لا مش عارف محمد هنيدي ايوه محمد هنيدي ايوه ده ايه بقى فول الصين العظيم فول الصين العظيم ماشي فول الصين العظيم استاذ شريف عرفه طيب هسالك سؤال انا بقى هقول لك افيه احنا نجيب الحلو من هنا احنا نجيب الحلو من هنا ونقوم ظابطينه على الحلو من هنا استاذ محمود عبد العزيز لا امال ليه تحس ان هو كده شبه حاجه من الكيف من الكيف لا احنا نجيب الحلو من هنا على الحلو من هنا كان بيعملوا حاجه كده اه بقى مش فاكر يا لهوي طب مش حاجه جد طبعا انا راجل مش بتاع كوميديا قوي هنا مش حاجه جد قوي طب وانا اللي فاكرك مؤدبه احمد مكي من فيلم طير انت اوكي اه ماشي وانا اللي فاكرك مؤدبه لا وانا مؤدبه هي يا لهوي عليا في 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 الطريق كاريتا على النيل طب في واحده سهله ساعده وانا اللي فاكرك مؤدبه يا لهوي الليمبي الليمبي صح يا لهوي صح رقم خمسة بيضحكك مش في اللي بالي بالك ايه رقم خمسة بيضحكك طب خمسة لا احمد حلمي بس خلاص انا اسف لا مش اسف على الازعاج ايه ده ليه؟ زعج؟ ايوه صح؟ زعج. صح انت شككتني في نفسك انا بجمع هو الالف مبروك اما كان بي بس انا فاهم ركزت مع الطبق اما كان بيشتري الموتوسيكل اتفضلي طب ده عماد مأكد لي ده عماد عماد صاحبي اه عماد صاحبي يا لهوي ايه بقى؟ عماد ده كان اسمه اتقال كتير قوي في الفيلم ده استاذ محمد شرف لا عايز اقول لك اني بختبر نفسي مع والله عملنا كده ده شرف استاذ محمد شرف انا في دماغي بقول لك الفيلم وانت تقول مين اللي احمد عز ايوه احمد عز بتاع اللي كان مسافر فيه بره أيوة. الرهينه صح كده انا عرفت محمد شرف كان ماجد الكدواني ايوه في له علاقه بمحمد شرف ايوه صح 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 بس هو اللي قال ماشي ايوه ماشي هو جاب عماد مش اللي قال ايوه طب مفيش فلاشيه اخر بقى افيه خلاص احمد مكي برافو لا ترجع ولا استسلام برافو معايا احمد مكي في فرق دايما دايما في اي حاجه عشان كده بقعد اقول ايه في حد شاطر وحد موهوب وحد ظروف بتساعده ايوه طبعا وحد هو بيعرف ينجح نفسه في الزمن اللي احنا فيه بضغط السوشيال ميديا بانه ينتج لنفسه ده مش عيب احيانا تمام احنا في مكان او احنا في سوق ان كله يقدم وفي حد بيبقى عنده مشروع استاذ فريد شوقي كان مشروع ضخم مثلا استاذ علي الحجار رغم ان عشان بس في ناس عندها مشاريع احمد مكي من الفنانين اللي في الفتره الاخيره في اخر من 2000 ل 2024 اخر 24 سنه نقدر نقول ان هم فنانين قليلين عنده مشروع هو دلوقتي بيحب الفن قوي عنده شغف ده حقيقي انه يعمل حاجات مختلفه ومتنوعه طيب الفنان الجميل المبدع دائما صاحب صاحبه صديقي الشخصي القريب جدا لقلبي الفنان الجميل مينو عادل نورتني كانت حلقه جميله بوجودك والله بس هو بيقول عن حد مبسوطنا جدا معاك انا اللي مبسوط جدا والله العظيم مبسوط جدا انك كنت معاكم شرفتنا ويوم حلو واكل حلو وكل حاجه حلوه كمل السلطه لا بس انا ما ينفعش لا خدها معاك تيك اواي يا جماعه تيك اواي
نورتنا يا مين. ميرسي ليكم. انا مبسوط جدا كنت معاكم. استنونا خارجين فاصل سريع ولسه اخر فاصل في ساعه ساعته بالظبط. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل مع موضوع مهم جدا لكل الناس اللي بتعاني من السمنة والوزن الزايد وكمان خشونة المفاصل ومش عارفة تعمل ايه وبتسأل نفسها هل خشونة المفاصل سبب من اسباب السمنة؟ طب وايه الحل؟ وازاي اقدر احافظ على نفسي؟ كل ده هيحكي لنا عنه ضيفنا النهاردة اللي منورنا دكتور اندرو هاني استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية. مساء الخير. منور يا دكتور. دكتور باهي ازيكم عاملين ايه؟ منورنا. الاستوديو النهارده منور بيك. مش عارف اقول دكتور باهي ولا اقول باهي بس تمام. هختار برضه هنشوف بقى الحلقه. احنا هنعرفهم دلوقتي كل حاجه. طيب اندرو خليني اسالك على اول حاجه كده ايه الفرق للناس بين هشاشه العظام وخشونه العظام؟ طيب هشاشه العظام دي حاجه والمفاصل خشونه المفاصل دي حاجه ثانيه خالص. هشاشة العظام ده مرض بيجي بيصيب العظم بتاع الجسم كله. خشونة المفاصل ده مرض خاص بالمفاصل. خلينا الاول نفرق بين الاثنين ان ده مرض عظم ده مرض مفاصل. سبب الاثنين ايه باختصار عشان نسهل على الساده المشاهدين ان احنا عندنا هشاشة العظام ده مرض العظم فيه بيقل فيه نسبة ترسيب الكالسيوم في العظم فبينتج عنه العظم بيكون هش. بيكون رخ ومعرض للكسور من اقل خبط او اقل اصابه في اي حته سواء يعني في العظم نفسه او في المفاصل في اي مكان في اي أوكي. مكان او حتى في الفقرات في اي عظم بيصيب الجسم كله وده غالبا بيكون مرتبط بالسن غالبا اما بالنسبه لخشونه المفاصل فده مرض مرتبط بالمفاصل نفسها زي مفاصل الركبه زي مفاصل الفخذ بيكون مرتبط بتاكل الغضاريف بتاعه المفاصل فبينتج عنه بعد كده اللي هي خشونه المفاصل. طيب هل السمنه ليها دور في ان هي بتزود من الخشونة او من الهشاشة دي؟ اكيد طبعا. يعني عشان نقول الموضوع ببساطة جدا احنا هنعتبر ان جسم الانسان مبني على ثلاث عمدان. أوكي. اول عمودين اللي هما الطرفين السفليين اللي هما الرجلين. العمود الثالث اللي هو العمود الفقري. لو ربنا خلق كده الجسم الانسان ده زي بيت. البيت ده مبني على الثلاث عمدان دول. البيت طوله ثلاث او اربع ادوار. تخيلوا كده ان احنا جينا بنينا البيت ده بدل ما هو 3 4 ادوار عملته 8 ماشي ايه اللي هيحصل العمدان هتتصدع بقى طب انا عملت الثمان ادوار دول 12 العمدان هتريح اكتر طب انا عملتهم 20 خلاص هتقع خلاص بقى كده اكيد السمنه طبعا يعني من اكتر المسببات لامراض العظم والمفاصل اكيد هي السمنه طبعا احنا دايما بنقول للناس يعني الوزن الزياده في جسمك الكيلو تقريبا بيعادل 4 5 كيلو حمل زياده يمكن اكتر كمان يمكن اكتر ممكن اكيد أكتر. اوكي طيب انا ازاي اعرف ان انا عندي خشونه في المفاصل اصلا يا دكتور؟ بص اول حاجه هنبتدي المريض هيحس بشكوى هيبتدي يحس ان عنده الم مثلا في ركبته او ورم او هيحس ان ركبته فيها التهاب او صعوبه في الحركه او هيروح للدكتور. دايما بنقول ان اهم خطوه في تشخيص المرض هي فحص المريض. لازم الدكتور هيشوف المريض وهيبتدي يفحصه واحنا بنكشف على المريض او بنفحصه بيبتدي يتكون في دماغنا كده فكره مبدئيه عن التشخيص. معلش يعني انا حته الفحص دي عشان انا بشوفك بتعاني بصراحه. ده ما ينفعش ابعت لك اشاعات على الواتساب لدكتور العظام بالذات واقول له ايه رايك يا دكتور في ما ينفعش ان احنا مش بنعالج اشاعه احنا بنعالج مريض يعني وحده كامله. ممكن المريض يبعت لي اشاعه ودي بتحصل كتير جدا اشاعه لركبته طب ايه رايك في الاشاعه ديت الاشاعه قدامي سليمه بس المريض عنده مشكله ثانيه جنب الركبه هي اللي عامله له الالم طبعا انا بالنسبه له الدكتور قال لي انت سليم ما فيكش حاجه بس هو بالحقيقه هو عنده مشكله ثانيه خالص مش باينه اصلا في الاشعه فاحنا بنأكد دايما صح على فكره الفحص ان لازم افحص المريض بعد ما بفحص المريض بيبتدي يتكون في دماغي مثلا ببتدي اشك ان عنده هشاشه فابتدي افحص اطلب الاشعاعات او الفحوصات بتاعه الهشاشه وليكن مثلا تحاليل اشعه كثافه عظام وهكذا طب شكيت ان عنده خشونه هبتدي اطلب له اشعه عاديه اشعه رنين وهكذا فعلى حسب فحص المريض وعلى حسب بعد كده الفحوصات اللي بنعملها. طب هل في مفاصل معينه هي اللي بتبقى اكتر حاجه بتتاثر ولا بتفرق من شخص للتاني؟ لا هي غالبا مفاصل الطرف السفلي اللي هي مفصل الفخذ مفصل الركبه دول اكتر مفاصل بتتاثر والمفاصل اللي بين الفقرات القطنيه اللي هي في الفقرات القطنيه في اسفل الظهر دي اكتر حاجه بتتاثر طبعا. طب دلوقتي اكتر الناس اللي هم كبار في السن شويه بيعانوا دايما من مشاكل العظام سواء الخشونه او التهاب المفاصل او الكلام ده كله طبعا. ازاي اقدر اقول ان مش السمنه هي السبب الاساسي في الموضوع ده يعني ايه الحاجات التانية اللي ممكن تبقى مسببه للامراض دي؟ طيب احنا عندنا في تخصص العظام
السن بيسبب لوحده من غير سمنه من غير اي حاجه هو مسبب رئيسي لامراض كتير قوي عندنا في العظام، ويمكن اهمها هو الهشاشه والخشونه اللي اتكلمنا عليهم في اول الحلقه. ودايما مثلا خشونه الركب انا بقول للمرضى عندي ان احنا الخشونه ديت هي مش مرض ولكنها عرض. هي مشابهه مثلا واحد شعره ابيض، انت ما تقدرش توقف شعرك ان هو يبيض، هو كده هيجي عليه يوم وهيبيض في سنه معينه. بالظبط بالظبط. بس في ناس شعرها بيبيض عن سن الأربعين، في ناس شعرها بيبيض عن سن الستين، في ناس شعرها عن سن الأربعين بيبيض كله، وفي ناس عند سن الأربعين بيبيض جزء منه. هي نفس الفكره بالظبط، في ناس بيحصل عندها الخشونه في سن 40 50، في ناس بيحصل بتعيش لحد ال 70 وال 80 ما عندهمش خشونه او عندهم درجه بسيطه من الخشونه. بس هو هيحصل، هو اكيد هيحصل، هي دي سنه الحياه. أوكي. اما بالنسبه للهشاشه هي مرتبطه بالسن وخصوصا عند السيدات لانها مرتبطه بفتره انقطاع البيريد واللي بيبقى معاها من نزول في الهرمونز وخصوصا هرمون الاستروجين، فده بيأثر على امتصاص الكالسيوم وبينتج عليه بعد كده موضوع الهشاشه عند السيدات. اوكي، يعني اقدر نقول هو السن والسمنه اكتر عاملين ممكن يأثروا انه يحصل طب. هشاشه العظام او بنسبه كبيره جدا. طب هل في مراحل والتغذيه طب هل في مراحل لخشونه العظام؟ احنا علمين بنقسمها اربع مراحل. أوكي. بس احنا تبسيطا على الساده المشاهدين هنقول ان هم ثلاثه، مبكره متوسطه متاخره. الثلاثه بيشتركوا في حاجه واحده، ان الثلاثه فيهم الم، بس طبعا كل ما المرحله بتزيد شده الالم بتزيد، الفريكونسي او حده الالم بتزيد، الحركه بتقل. يعني المريض بتاع الخشونه المبكره عنده شويه الم في ركبته بس ما بيواجهش صعوبه مثلا في طلوع وصول السلالم او انه يتحرك او يلعب رياضه. المريض الخشونه المتاخره لا، هو ما بيقدرش يطلع سلم اصلا، ما بيقدرش يسجد صلاه في الصلاه، ما بيقدرش يلعب رياضه، ما بيقدرش يمارس حياته بصوره طبيعيه. فهم هنقولهم ان هم ثلاث مراحل، مبكره متوسطه متاخره. طب ايه افضل طرق العلاج لكل مرحله فيهم يا دكتور؟ حلو قوي. المرحله المبكره طبعا احنا يعني بنقول الوقايه خير من العلاج. احنا اول ما المريض بيبتدي يشتكي من ركبته وبيجي وبنبتدي نقول ان المريض ده ابتدى عنده يدخل في خشونه لسه في اولها، احنا بنمشي بعلاج تحفظي. علاج التحفظ ده بيبقى بسيط جدا، تاخد بالك من وزنك، تنزل وزنك. تاني حاجه نلعب رياضه. تالت حاجه ان احنا بنمشي على ادويه، حاجات اللي هي بتحافظ على الغضاريف. اوكي، دخلنا في المرحله المتوسطه ممكن يبقى فيه تدخل اعنف شويه، ان احنا ممكن نلجا للحقن الموضعي، او ان احنا قد نحتاج لتدخل جراحي مثلا بالمنظار لو في غضروف اتاكل او اتقطع بندخل بنشيله بالمنظار. اوكي. بالنسبه لقصه الحقن، احنا كنا قبل كده بنشتغل بحقن الكورتيزون، مؤخرا بقينا بنشتغل بحقن الكولاجين اللي هو متعرف بالناس بالكولاجين، هو اسمه ماده الهيالورونيك اسيد، بيجي نتيجه كويسه جدا في حالات الخشونه المتوسطه. ده بيعوض الغضاريف اللي هي اللي تاكلت شويه، يعني ده المفهوم. هو المفهوم بين الناس ان هو بيسموه حتى حقن الزيت، ان انا بزيت المفصل او بعوض السائل الزراعي اللي موجود بين العظم. بالظبط كده، بيريح الناس وبيبقى ليه وقت محدد، ممكن من 6 شهور سنه سنه ونص حسب الحقن اللي بتتحقن، وبعد كده غالبا بتتكرر كل فتره. دخلنا في المرحله المتاخره، صعوبه في الحركه، المريض مش قادر يتحرك، المفاصل بتاعت تتعوج او شكلها يتشوه، ساعتها للاسف مش بيبقى في حل بقى غير موضوع المفاصل الصناعيه، تغيير المفصل. تغيير المفصل. اوكي، حلو قوي الحته دي، لانه عايزين نسال بقى فيها بتوسع شويه، انه احكي لنا اكتر عن نوع العمليات دي، والجسم بياخد وقت قد ايه ان هو يتاقلم مع المفصل الجديد اللي دخل جسمه. انا بحييكي جدا على السؤال ده، لان انا بقابل ناس يوميا بيسالوا حاجه زي دي، دكتور انا هعمل عمليه تغيير مفصل ركبه او تغيير مفصل فخذ وهقعد في السرير شهر شهرين ثلاثه. طب هي المفاجاه اللي عايزين نقولها للناس، هتقعد في السرير ساعتين بس، هم ساعتين بالظبط، احنا نعمل العمليه ساعتين بالظبط، انت هتريح في السرير، هتسترد وعيك بصوره كامله بعد العمليه وبعد البنج، بعد ساعتين مباشره انت هتقوم تمشي، يقوم يروح بيته عادي خالص. ماشي، احنا عاملين بروجرام كده اللي هو الرابيد ريكفري، ان المريض بيدخل المستشفى بيعمل عمليه تغيير مفصل في 24 ساعه وبيروح، يدخل يوم تاني يوم الصبح يبقى في بيته. طبعا بيمشي في اول فتره مثلا فتره اسبوع او اتنين او تلاته بوسائل مساعده زي مثلا مشايه او عكاز او عصايه، لحد ما بيتعود على الحركه بالمفصل الجديد اللي بقى عنده، لحد ما المفصل يلين بقى، لحد ما المفصل يلين كده، وبعد كده يعني نقدر نقول ان هو في خلال من اسبوعين لاربع اسابيع بيرجع لحياته الطبيعيه. لو بيلعب رياضه 6 أسابيع يبتدي يلعب رياضه، يلعب رياضه عادي، يلعب رياضه وهو مغير مفصل، مفيش مشكله. حصلت مع حالات كتير 6 أسابيع بالظبط ويرجع يلعب رياضه. طب عايز اسالك بقى، يعني انت انا بشوف معاك حاجات كتير قوي بس عايز اعرف ايه اكتر حاله انت كانت غريبه عليك او صعبه عليك شويه؟ كتير قوي اغربهم. بص انا هكلمكم على حاجه مش غريبه ولكنها يعني حاله اثرت فيا انسانيا شويه. احنا معانا صور ليها لو نقدر احنا نعرضها وفيديو. هو راجل بسيط من الصعيد. اوكي. هو سنه صغير 59 سنه واولاده بسم الله ما شاء الله كبار،
هو الراجل اول مره شفته كان متضايق جدا لان هو ما كانش بيقدر يتحرك مع اولاده، ما بيقدرش ينزل السلم، ما بيقدرش يروح شغله، ما بيقدرش يمارس حياته بصوره طبيعيه. احنا الصور معانا اهي والفيديو كمان. ده دي صوره الراجل وهو ماشي، هو مش قادر يمشي يعني، دي صوره بعد العمليه. ده بعد ما شاء الله بعد العمليه. هو زي ما احنا شفنا الفيديو الاولاني. بص احنا هنلاقي رجليه الاثنين فيهم نسبه تقوس وفي فرق طول بين الرجلين وهو مش قادر يمشي طبعا، ده غير الالم في الرجلين. وكان من اصراره ان هو مصر انه يعمل عمليتين مع بعض. انا رفضت يعني دي الرجل قبل العمليه الرجلين فيهم تقوس والاشاعات مبينه ان الخشونه واكله المفصلين. الصوره اللي تحت ان احنا بعد ما غيرنا المفصلين وعدلنا التقوس والرجل رجعت الاطوال رجعت زي بعض ورجع يمارس حياته بصوره طبيعيه. احنا عملنا عمليتين كان سنه كام سنه؟ 59 سنه و10 شهور بالظبط. والراجل كان مستعجل جدا جدا من كتر ما هو الموضوع ضاغط عليه نفسيا ومش قادر يعيش حياته والموضوع عامل له يعني احساس مش حلو قدام عيلته قدام ولاده فحياته مش حلوه. فكان مصر ان احنا نعمل العمليه ركبتين مع بعض. انا مش بحب اعمل ركبتين مع بعض، انا بحاول اسيب فاصل بين الاثنين 3 شهور. هو طلب بعد اول ركبه اسبوعين بالظبط جالي العياده قال لي انا بقيت كويس، بعد اسبوعين اعمل لي الناحيه الثانيه. بالعافيه وصلنا لشهر فاصل بين الركبتين. في خلال 45 يوم بالظبط من تاريخ العمليه الاولى كان الفيديو اللي قدامنا. كان احساسك ايه وانت بتصور الفيديو التاني؟ ما شاء الله. حسيت ان انا قدرت يعني اغير حياه بني ادم للاحسن. دي احلى حاجه في الدنيا. كل خير حاجة طبعا. طبعا. طب احكي لنا يا دكتور اكتر عن القوافل الطبيه اللي بتعملها لاهالي الصعيد كل شهر. لما بشوفكش بسببها. ايوه. احنا لسه في سر على فكره المشاهدين ما يعرفوش يعني انتوا. ايوه. بمناسبه انا هخلص تصوير وطالع على سوهاج الاسبوع ده خميس وجمعه. انا موجود في محافظه سوهاج عندنا القافله الاهلي سوهاج. اهلي سوهاج يا جماعه بتطلعوا خميس وجمعه على سوهاج الاسبوع ده ان شاء الله. بصي يعني القوافل الطبيه ديت يعني انا هستغل الفرصه ديت. هي مش فكرتي، هي فكره مجموعه الاميده للرعايه الطبيه ومستشفى السلام الدولي المعادي. طبعا راسها دكتور فهد خاطر، مستر نيرج، مس جاسمين، دكتور مازن عطيه، دكتور رائد. هم اصحاب الفكره بصراحه. باختصار كده هما لقوا ان احنا في محافظات كتير في مصر اللي هي خصوصا محافظات الصعيد الرعاية الطبية فيها مش احسن حاجة، وخصوصا في الحالات الكبيرة او الحالات المستعصية واولها اللي هي جراحات تغيير المفاصل. فاحنا بدل ما المريض يتحمل مشقة السفر بالساعات ويجي لغاية عندنا ويكشف وبعدين نعمل له فحوصات وبعدين نحدد له ميعاد عمليه، فهيبقى رايح جاي من مثلا من سوهاج ولا الاقصر مشوار رايح جاي مره اتنين تلاته. احنا بقينا بنروح لحد الناس ديت، بننزل لهم لحد عندهم، بنكشف عليهم، بنقدم لهم الخدمه الطبيه اللازمه، وبنعمل لهم الفحوصات بتاعتهم كمان، وبنقدم لهم العلاج. واذا في المريض زي مثلا الحاله اللي احنا عرضناها دي كانت بالمناسبه من قافله من قوافل الصعيد. اذا المريض محتاج تدخل جراحي زي ما احنا شفنا، هو بيجي من الصعيد او من المدينه اللي هو فيها على المستشفى على تاريخ العمليه، بيعمل العمليه بيرجع على البيت. وبنحاول ان احنا نحافظ على الزيارات ديت بصفه دوريه كل اسبوعين او كل شهر. فكره هايله. احنا نستغل وجودك بقى معانا النهارده. وعايزين منك تيب كده بسيطه للساده المشاهدين، ازاي نقدر نحافظ على عظامنا من كل الحاجات اللي ممكن عوامل السن والوزن والكلام ده كله تاثر معانا عليها. اول حاجه التغذيه، دي انتوا اللي هتقولوا تيبس بتاعتها. اول حاجه طبعا التغذيه السليمه، ان احنا الجانك فود بيعمل لنا مشاكل كبيره جدا احنا بنشوفها يوميا وخصوصا في الاطفال والتينيجرز اللي سنهم صغير. جانك فود كله. تاني حاجه ان احنا نتعرض لاشعه الشمس، ودي بقى بنقول للامهات من اول سن يوم واحد ان الطفل لازم يتعرض لاشعه الشمس اتليست ربع ساعه في اليوم 15 دقيقه في فتره الشمس البدري اللي هي قبل الساعه 10 صباحا او الشمس المغربيه اللي هي من الساعه 5 ل 6 او 5 ل 7 ربع ساعه. اوكي. ثالث حاجه مرتبطه بالتغذيه اللي هي موضوع الوزن. احنا مش لازم يبقى جسمنا اللي هو الوزن المثالي الموديل، بس على الاقل احافظ على وزني في الرينج المثالي، تبقى مفاصلي قادره تشيله. قادره تشيله بالظبط كده. لو انا مريض سمنه ودخلت في مرحله سمنه مرضيه، الحق نفسي، وخصوصا للناس اللي سنهم صغير. انا بشوف المشكله دي كتير للاسف. سن 20 و30 سنه بنشوف اوزان كبيره جدا، الناس دي بعد كده هتتعب. فانا هنصحهم بالثلاث حاجات دول، التغذيه السليمه، الشمس، وموضوع الوزن. وخلينا نزود عليهم كمان ممارسه الرياضه يا ريت. طبعا طبعا. طب انا محتاجه اقول للساده المشاهدين المفاجاه، يعني اول سر. هي المفاجاه مش عندي. انا هقولها. هي عندي انا بقى، انا اللي هقولها. يا جماعه دكتور اندرو هاني اللي منورنا النهارده هو اخو دكتور باهي هاني الكبير. يعني منورنا. وهلعب معاكم النهارده لعبه عشان اعرف
يعني دكتور باي ما يعرفش عنها حاجه. تضحكوا عليا بالظبط. عشان اعرف مين فيكو عارف التاني اكتر، ان احنا اخوات بقى وكده. اكيد الكبير عارف الصغير. صح، ما هنعرف دلوقتي الاسئله هتعرفنا دلوقتي. طب مين الكبير ومين الصغير؟ هبتدي بيك يا دكتور اندرو بشويه اسئله كده نجاوبها سريعا. ايه اكتر حاجه بتعصب دكتور باي؟ هما حاجتين، الكذب والخيانه. صح. جدا. صح. طب ايه اول حاجه دكتور باهي بيعملها لما بيصحى من النوم؟ سندوتش جبنه رومي وبيشرب شاي بالليمون. هي نوز يو تو ماتش تو ماتش. ماشي، دكتور باهي بيحب اكتر الصيف ولا الشتاء؟ لا الصيف. ايه اكتر اكله باهي بيحبها؟ ها ركز. اكله باهي بيحبها اكلات بقى. ركز واحده بس. ركز. ده حاجه كتير قوي. ايه اكتر اكله باهي بيحبها؟ مكرونه والبانيه بطاطس. ولا الكشري؟ الكشري ده سناك. طب صح ولا غلط؟ طيب مكرونه والبانيه هو بقى انا دي مش عارفه. هو بقى يقول هي المكرونه والبانيه انا بعملهم كتير اه عشان يعني الاسهل بس. لكن الكشري ممكن اكل 3 مرات في يوم كشري يعني. طب ايه اكتر حاجه بتفرح دكتور باي؟ انه يبسط ينجح. انه يبسط الناس، يبسط الناس اللي حواليه. صح، دي حقيقه. ندي كام اوت اوف كام لدكتور اندرو؟ انا اديله 10 من 10 بصراحه، فاجئني. هي بس حته المكرونه والبانيه لان الكشري مستجد عليا وهو اتجوز من كام سنه فبيشوفوش. بس هو وقفت عندي المكرونه والبانيه. كده انت عليك لود كبير انك تجاوبهم كلهم صح. اتفقنا. هو دكتور اندرو خد اوت اوف كام. طبعا، امال. يلا بينا. دكتور اندرو بيحب القعده في البيت اكتر ولا الخروج؟ القعده في البيت مؤخرا. صح. طب ايه اكتر حاجه دكتور اندرو بيعملها لما يكون متعصب، او بيعمل ايه لما يتعصب؟ يوم يتعصب بص هو طيب جدا، فهو بينفجر. ايوه. ويقعد لوحده. اوكي، يعني بنزعق وبعدين نقعد لوحدنا شويه. صح ولا غلط؟ صح. لا من غير. صح. من غير. صح. لا لا والله صح. انا كنت متاكد انه هيجاوب غلط، فهو فاجئني ان هو جاوب صح. يعني انا اتفاجئت. طب ايه اكتر مشروب دكتور اندرو بيحبه؟ على الهواء عادي. قهوه غامقه. ايوه مظبوطه. بن غامق. طب ايه اكتر اكله دكتور اندرو بيحبها؟ مكرونه بشاميل. دكتور اندرو اصلا طباخ، عارفين كل الموضوع ده. شيف محترف. طب ايه اكتر ماده كان دكتور اندرو بيحبها في المدرسه؟ بص اندرو كان شاطر يعني. ما شاء الله. عارف الاجابه. بس لا هو كان بيحب كل ال لا كان شاطر يعني ما شاء الله. احنا كنا الاوائل في على الجمهوريه في حاجات. كان دكتور من اولى اعدادي عارفه يعني. كان طيار. كان طيار قبلها بس بعد كده كان دكتور. ففي الغالب هتبقى بيولوجي. صح. بيولوجي وفيزيكس كان يعني اكتر مادتين بحبهم، البيولوجي والفيزياء. مش عايزين نجيب 10 اوت اوف 10. طب انا ممكن اساله انا سؤال؟ طبعا. اكتر ماده كنت بكرهها وانا في بدرس في ثانويه عامه؟ اكتر ماده في ثانويه عامه عربي اكيد. برافو. كده 100 من 100. هو فاضل لي سؤال بصراحه يعني. هو فاضل لي سؤال واحد. ايه اكتر كلمه دكتور اندرو بيقولها او لازمه في لسانه دايما؟ ماشي. لا احنا بنسال. ماشي تمام. تمام ولا ماشي؟ كل الحاجات اللي تمشي الموضوع. تمام ماشي. اللي انت عايزاه، اللي انت عايزه. ايه اكتر كلمه بتقولها؟ طب ما تجاوبي انت. انا ما باخدش بالي فعلا من لازمه في لساني. ما تجاوبي انت. ليه كده؟ ما تجاوبي انت. ليه كده؟ وانا هقول لك صح او غلط. لا ما لو جاوبت هتبقى مش حاجه حلوه. هنمشيها تمام. ممكن. تمام. صح. برافو عليكم، انا فخوره بيكم. والله احنا اللي فخورين. شكرا على الفقره الجميله دي للدكتور كريم. تاني اوت اوف 10 الحمد لله. يمكن بقالنا سنين ما قعدناش مع بعض القعده الحلوه دي. ده حقيقي. نورتنا النهارده في ساعه سعاده، وكنت احلى ختام للسيزون الكامل. الحمد لله بوجودك النهارده. انا مبسوط ان انا اخر ضيف معاكم فعلا في السيزون. بجد نورتنا في ساعه سعاده والله. ميرسي. وبكده نكون وصلنا لنهايه برنامجنا. نحب نشكر كل القائمين على قناه هيا وشركه ميديا لاينز وجميع العاملين في هذا الكيان العظيم. وخليكم دايما فاكرين ان كل ساعه في حياتك ممكن تبقى ساعه سعاده. المهم انك تستغل وقتك صح في تحقيق اهدافك وتعيش احلامك. ويا رب دايما نبقى سبب كبير في انكم تعيشوا ساعه سعاده في حياتكم، لان مفيش احسن من انك تبقى ليك تاثير في حياه انسان. وبالنسبه لي هي دي ساعه السعاده بتاعتي. وزي ما دايما بحب اقول، ربنا يجعلنا دايما سبب في سعاده الناس وتغيير حياتهم للاحسن. نشوفكم على خير. كان معكم دكتوره نورهان معتمد، دكتور باهي هاني. نحيات السعاده.